طيب كابتن حليم، اكيد طبعا بتمنى لك التوفيق، لكن قبل ما اختم معاك، في جنبك صندوق اسود كده، بص عليه تحتيك، طلعه قدامك. ده فقره الصندوق الاسود، بيكون معانا في نهايه كل حلقه النجم اللي موجود، نعرف كده الاسرار اللي موجود في حياته. فطلع كده ورقه وقول لي رقمها عشان نعرضها على الشاشه ونشوف السر ونشوف حكايته ايه. رقم كام يا كوتش؟ اثنين. رقم اثنين يا شباب. طيب سؤال بس هنا على الوول. ايوه، سددت ضربه جزاء امام وادي دجله كانت هتتسبب في هبوط حرس الحدود. احكي لي اللي حصل. ده الموسم ده كان موسم مجموعتين، كنا احنا اعصابك ايه حديد؟ لا اصلا ما كنتش بلعب ضربات جزاء اصلا خالص، ما كنتش ماشي بلعب ماشي. خالص. فضربه الجزاء جت، كان عبد السلام نجاح هو المسؤول عن ان نلعب ضربات جزاء. فعبد السلام اول ما ضربه الجزاء جت، كان عندي 36 سنه ساعتها، كنت ممكن لو الفرقه لو نزلت انا هبطل كوره خلاص، وانا لو ضيعتها اكتر هبطل اكتر يعني. فعبد السلام اول ما ضربه الجزاء جت، عبد السلام جاي لي: كابتن حديد خش شوت. قلت له: يا ابني انت اللي بتشوت. قال لي: لا 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 خش شوت. فدخلت شطها، سلمك سلمني الحمد لله يعني. دخلت شطها، حطيت ضربه الجزاء، الجول راح، كان هيثم محمد ساعتها في دجله واقف، راح في زاويه، حطها في الزاويه الثانيه. قلت زي له كابتن مجدي عبد الغني بالظبط. تقييم مصر شخصيه كابتن مجدي في ماتش مصر وهولندا. فقلت لهم، قلت لهم بعد كده اللي يجي جنب ضربه الجزاء ما يتكلمش في اي حاجه، اي ضربه جزاء تيجي على شطها. ايوه لازم خلاص. حضرتك اللي شلت كل الليله يعني. خلاص. طيب نروح للسير الثاني يا كابتن حليم، قول لي بس الرقم كالعاده علشان نعرضه على الشاشه. ثلاثه. رقم ثلاثه يا شباب. لاعب الكروم تسبب في استمرار الكابتن طارق العشري مع حرس الحدود وعدم اقالته، مين لاعب الكروم وعمل ايه؟ كنا في ممتاز بيه، كنت السنه اللي صعدنا فيها سنه 2002 كنا بنلعب في ممتاز بيه، وكنا متعدين 1-1. كان طبعا كانوا محضرين جهاز تاني مكان الكابتن طارق، كنا ماشيين بشكل وحش في اول الموسم في الممتاز بيه، كنا متعادلين ماتش وخسرين ماتشين تقريبا، والماتش دوت لو خسرناه او تعادلناه كابتن طارق هيمشي، مش موجود. فكانوا مجهزين جهاز المدرجات حتى ساعتها، فنتيجه واحد، نتيجه 1-1. الحاجات دي على فكره بتبقى فعلها حلو على طبعا الناس، ان انت طبعا تكون مجهز حتى قاعد بره، ده بيبقى وشه جميل طبعا. في الدقيقه 47 الحكم بيحط صفاره، خلاص هيصفر، فلقى فاول ما تتسابش ناحيه الكورنر، راح مصفرها، فراح لعيب عندنا محمد حسن، اسمه محمد حسن، حط الكوره فاول، فحطها كره عرضيه، فالوضع هتطلع خلاص، صفر الحكم ان انتهى الماتش وانتهى كابتن طارق. فلعيب بتاع الكروم كان اسمه طارق ابو عمر اعتقد وقتها، حطها في نفسه في المقص، فالماتش خلاص 2-1 لينا، وكابتن طارق قعد وخلاص. كابتن طارق اداله مكافأة؟ طارق عمر اداله مكافأة ولا لا؟ لا اكيد لازم يديله اكيد مكافأة. لازم يديله مكافأة، لازم يدور عليه دلوقتي يديله مكافأة. طيب نروح للسر الاخير يا كابتن. طب اقرا الورقة يا كابتن حليم، اقراها. لعبت نهائي كأس مصر امام الاهلي رغم اصابتك بمزق في السمانة. لعبت ماتش نهائي كاس مصر ضد الاهلي وعندك مزق في السمان، ده الماتش اللي حضرتك كسبته فيه؟ كسبنا فيه ضربات الجزاء وخدنا كاس مصر. تمام. كنت طبعا بلعت دور ماتش دور الثمانيه، لعبت الرجاء، جالي تمزق في السمانه، كان مباراه النادي الاهلي بعديها ب 10 ايام، كان بعديها مباراه الاسماعيلي، كانت مباراه شهيره جدا، كنا متعادلين 1-1 مع الاسماعيلي، وجبنا جون وقتها للكره، كان الكابتن عصام من الحضري مسكها وعدت من تحت رجله، كسبنا 2-1. فالماتش كان النهائي، كان بعد 10 ايام من اصابتي. فكل الناس كانت متوقعه ان انا مش هلعب، فقعدت، كان الدكتور عبد الحليم كامل معانا، كنت بشتغل معاه الصبح وبالليل، فكان شغل فظيع. فجيت يوم الماتش، طبعا الكابتن طارق فوجئت ان هو هيلعبني المباراه، لعبت المباراه 120 دقيقه بالوقت الاضافي بضربات الجزاء. السمانه اتفرقعت بعد الماتش؟ لا كانت هتفرقع خلاص، جيت اخر بقى خلاص، فلعبنا المباراه والحمد لله ربنا كرمني وشلت كاس مصر يوميها. كابتن انا يعني بشكرك في نهايه الحلقه وبتمنى لك التوفيق والنجاح، حضرتك من الشخصيات المحترمه جدا ومن الناس اللي تستحق انها تكون في مكان يليق بيها يعني. ربنا يخليك يا كابتن عمر، بشكرك جدا على الحلقه الجميله ديت، وبشكر كل المشاهدين على سعه صدرهم وتقبلي. شكرا. بشكرك كابتن.